نجم مباراة مصر وبلجيكا النهاردة. انا من وجهة نظري نجم الماتش دوت هو طب ما تيجوا نشوف. انت اللي لمعت النجوم بتبان في عينيك، انت اللي كل ما فيك بيقويك بيعلي، انت اللي عمره ما لحظة خاب، انت اكتشاف ويبين يقدر عليك، انت احلى حاجة فيك. قولها ايوه كراميلا اكرم توفيق هو نجم الماتش، وحط ناس كتير قوي في جيبه وجيبه اتملى من كتر الناس اللي موجوده في جيبه. يعني مش كده يا كراميلا، طلع الناس عايزه تروح لاهاليها، عيب كده. لو انت ليك راي تاني او شايف ان في حد تاني كان نجم الماتش ممكن تقوله في التعليقات.